بصراحة أنا شايف إن تأجيل الإعلان عن الترشيح غير مبرر إطلاقاً. إحنا الشعب كله بيطالب بمشروع السيسي إنه يترشح. هو مش عارف هل في تردد، هل التأجيل ده هو شايف إن هو مش كويس، بيدي جماعة الإخوان إنها تسوق على غير الحقيقة، إن هو متردد، إن هو خايف، إن هو مش عايز اللي بسبب الجيش، مش هيبقى آمن على نفسه. ان شاء الله هو هينزل وهينجح ان شاء الله. طب قرايه حضرتك كيف ترشح حميد صباحي للمره الثانيه وتجمع التيار الشعبي؟ يعني انا بقول يحق للجميع انهم يترشحوا، حميد صباحي، ابو الفتوح، خالد علي، اي ما يكون سن الناس. انا مش عايز ابايع على الفريق اللي مشير السيسي، مش عايز ابقى بايعه، مش عايز ابقى استفتاء. الشعب المصري اللي هو حمدين صباحي، انا يمكن نصحته في الاول ما يترشحش، قلت له ان افضل لحم غير المسلم ولا واحد ولا عشره حتى، لكن هو خلاص احنا نحترم رأي المخاوي واي جميل. طب الفريق عنين ممكن يترشح؟ احنا لحد دلوقتي ما اعلنش، بس الحمله اذا ترشح انا يعني الشعب مش هينساه ابدا، ان هو ومشير طنطاوي سلمونا الاخوان. كل الارهاب والقتل والذبح اللي بيحصل ده بسبب الخطا الاستراتيجي الفاحش اللي عمله الانسان عنين، هو ومشير طنطاوي. طب هو صعب، معلش يعني، اذا لم يتم ترشيح الفريق السيسي، مشير السيسي، هل في من الانسب في الفتره الجايه يكون مصر؟ لا يوجد حاليا من المرشحين على الساحه شخص انسب للفريق السيسي، وهنتحط في الفتره. واعتقد ان وجود مشير السيسي حاجب كتير قوي على الترشح، لكن اذا امتنع عن الترشح اعتقد ان في ناس كتير هتيجي والناس هتبدا تختار مع رايح، لكن مش بالمطروحين النهارده، كل الفريق القديم مش مطروح النهارده. حملات تأييد السيسي وبأمر الشعب شيء مكمل جميلك، شايف الحملات دي دورها في الشارع ازاي الايام الجايه؟ يعني احنا بنتمحك في الفريق السيسي، انا في الشعب يا ابو على فكره، انا بتمحك في الشارع، انا رئيس الشارع محمد الشعب يا ابو. يعني كلنا عارفين ان شعبيته طاغيه جدا، كلنا يعني بنستغل حب الناس له لمصلحتنا، وانا اسف انا كده. طب هنشوف ان الحملات دي كلها هتتجمع في الحمله الانتخابيه اذا تم ترشيح السيسي، هتتجمع كلها. انا شايف اقول لحضرتك حاجه، هيبقى في النهايه الراجل ده مش محتاج اي حاجه خالص، ولا احنا لما كنا عاملين الاستفتاء على الدستور كانت نعم هي نعمين، عارف اغنيه ليلى مصر عم هي نعمين، النعم للسياسي الاول ونعم للدستور. لو شفت المشير السياسي هو وزير الدفاع اللي في العالم الوحيد في العالم كله، بتوزع له دلوقتي مثلا يجي 200 مليون صوره او 300 مليون، وزير الدفاع مش عايز جمهوريه. بس من حق المواطن انه يعرف البرنامج الانتخابي لاي مرشح، من حقه ان هو يعني. انا عايز اقول لك حاجه، يعني البرنامج الانتخابي انا ما عدتش مؤمن بيه تماما خالص، يعني انا اسف كده. مرسي ضمن لنا بالبرنامج الانتخابي بتاعه، وراح اجيب لكم 200 مليار دولار، راح امس 100 يوم، واشيل الكمامه وارجع الغرور، ما تحكمش عليه يقول لك شرعيه شرعيه، رغم ان انا رفعت عليه دعوه تهمه النصب على المواطنين والمستولي على اصواتنا بحجج كاذبه. انا طبعا ما انتخبتوش، هو شفيق تمام، لكن شفيق كان بدات كل مره. لكن البرنامج الانتخابي النهارده انا هطلع لك حالا عامل لك برنامج انتخابي ما انزل الله عليه سلطان، تعيين مليون شاب الصبح، الحد الادنى للعقود 5000 جنيه، الحد الاقصى هيخليه 15000 جنيه بس او 20000، هفتح مصانع. فكره قابليه هذا البرنامج التقديم، احنا كشعب جنينا في المره السابقه لما ادينا 200 مليار دولار، قلنا ده هيجيبوا 200 مليار دولار، هو كان بيتكلم للبنك الدولي عشان 4.7 مليار دولار. يعني وقال لك هنرفع عن نسبة الأحصنة ونعمل تقسيم الله وإلى ناس كتير كانت مؤمنة بهذا البرنامج الانتخابي. فأنا المهم الشعب المصري عليه هو اللي هينجح أي رئيس.
الرئيس يقول له هيوقع الرئيس، هنشتغل ولا مش هنشتغل؟ نخرج بره الرئاسه شويه استسمحك، ولاخوان المسلمين دورهم في الشارع الفتره الجايه، وازاي حكومه الباشمهندس ابراهيم محلي يقضى على ارهاب الاخوان اللي فشل فيه حكومه الجزائر؟ لا هو الارهاب على فكره صعب على اي حكومه النهارده انها ترد جمامة على هذا الارهاب، لان في حكومات كتير امريكا ما عملتش على الارهاب. عندك 11 سبتمبر، 11 سبتمبر احداث 11 سبتمبر شفنا الارميه الحمراء في ايطاليا، شفنا الجيش الجمهوري الصادر في ايرلندا، في منظمه الباسكو في اسبانيا، منظمات عربيه كتير. الارهاب ده الشيطان دي واقف جنب منك وفجاه يطلع زي الشيطان بالظبط كده. لكن احنا بنقول ان الجماعه فعلا بتحتضر الاسئله، خلاص هي اللي بيحصل ده كله 10 جرات موت، الناس خلاص بتنتهي. وعنده فقط كمان بيطلع الحشد، خلاص الحشد لما بيطلعوا الجزيره بيطلع الصبح الفجر يتصور مع 30 واحد ولا 40 واحد بيجوا وخلاص ما يقبلوش الكلام يعني. فاضطروا الدوله اللي عملت الارهابيه يحرق عربيه. طب ما انا اقدر احرق مليون عربيه.